إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي، اليوم أريد أن أناقش معكم صفقة قمنا بالدخول فيها، وهي صفقة باوند نيوزيلاند، وحتى دخلنا فيها في قناة التوصيات. أريد أن أشارك معكم لماذا دخلنا في هذه الصفقة، وما هو المنطق وراءها، ولماذا الحمد لله كانت صفقة ناجحة. هذه الصفقة كان وراءها منطق، كانت وراءها مجموعة من الأمور التي ستساعدكم إن شاء الله وستغير نظرتكم للتداول. إذن كما ترون، هذه الصفقة سأخرج منها الآن بربح تقريبا كم من نقطة؟ 55 نقطة. لاحظوا، كانت الخسارة 12 نقطة فقط، 12 بيبس كما تلاحظون، ويعني ريسك ريورد تقريبا 4.93. إذا سأخرج الآن من الصفقة، والآن سأقوم بشرح هذه الصفقة من الألف إلى الياء حتى تستفيدوا منها أصدقائي. إذا، ما هي الخطوات التي اتبعتها للدخول في هذه الصفقة، صفقة بيع الباوند نيوزيلاند، وكما لاحظتم حققت ربحا جيدا. قبل أن أبدأ في الخطوات، أريد منك أولا أن تذهب إلى الموقع beprowavetrader.com. beprowavetrader.com تجد كتبا هنا مجانية، اضغط على ابدأ الآن مجانا، ضع إيميلك الخاص وسيصلك الكتاب إلى إيميلك الخاص. لا تنسوا كذلك إخواني أن تشتركوا في قناة التليجرام المجانية. هذه القناة نضع فيها آخر فيديوهات على اليوتيوب، نضع فيها بعض الصفقات المجانية، ومن أراد يعني الاشتراك في قناة توصية المدفوعة ما عليه الاتصال بي عبر الواتساب. إذا، ما هي الخطوات التي اعتمدت عليها للدخول في هذه الصفقة؟ أنا يعني التداول هو طريقة بسيطة ومهنة، إذا أدخلت عليها التعقيد ستخسر، ولكن إذا أدخلت عليها البساطة ستربح. طيب، كنت عندما نظرت إلى هذا يعني الباوند نيوزيلاند على فريم الساعة، عندما نظرت إليه على فريم الساعة، لفت انتباهي أمر مهم، لفت انتباهي أمر مهم. ما هو هذا الأمر؟ وأنني رأيت هذه الحركة القوية. ما دمت وسط هذه الحركة القوية، قلت سأبحث دائما عن الشراء. إذا كنت أبحث عن فرص شراء، ولكن قلت متى سأبحث عن فرص شراء؟ سأبحث عن فرص شراء إذا تناقص زخم هذه الموجات، هذه الحركات. أوكي، طيب، كنا في هذه المنطقة هنا، وقلت أوكي، طيب لأرى هل الزخم يزداد أم يتناقص؟ أريد آخر موجتين فقط، هذه الموجة وهذه الموجة. السرعة تزداد، الزخم أو المومنتوم ما هي إلا السرعة، إذا تزداد، بالتالي لا توجد صفقة شراء، لا شراء، أريد البيع، أريد البيع. طيب، متى سأبيع؟ لاحظوا، أريد أن أرى هذا الموجة ينقص زخمها، ليبدأ بالبحث عن يعني البيع بكل بساطة. إذا، أي 15 دقيقة، ذهبت إلى فريم 15 دقيقة وأردت أن أرى متى سيتناقص زخم هذه الموجة، لأن بالنسبة لي الآن هي موجة تصحيحية. صعد السعر بقوة، ثم ارتد تقريبا ل 80%، ثم صعد بالكاد كسر القمة وارتد تقريبا ل 30%. بعد ذلك، هنا سنطبق نظرية مستر بوم. مستر بوم، لا تنسوا هذا الأمر. ثم جرى مستر بوم مرة أخرى وارتد تقريبا ل 80%، وبعد ذلك جرى بقوة، مستر بوم جرى بقوة، ثم فجأة عاد تقريبا إلى 100%. هنا بدأت لدي إشارات أنه مستر بوم بدأ يتعب. ثم صعد السعر بقوة وعاد مرة ثانية، ارتاح لمدة 80% تقريبا، وجرى مرة أخرى بقوة، لا زال يقاوم، لا زال يقاوم مستر بوم، لا زال لم يتعب. ثم عاد ارتاح تقريبا ل 80%، وهنا صعد وازداد الزخم، ازداد الزخم. هنا سيتم إدخالك في صفقة شراء يا صديقي، سيتم ضرب وقف خسارتك يا صديقي. بعد ذلك، هنا ارتد تقريبا ل 30%، وبعد ذلك جرى، لكنه لم يستطع كسر القمة. ثم عاد مرة ثانية،
تقريبا 50% إلى 60، ثم صعد مرة أخرى، لم يستطع كسر القمة وعاد ل 100%. هنا أقول أوكي، اقترب على الانتهاء، أعطيني فرصة بيع. وفجأة ماذا لدي؟ أعطاني هذا النموذج، لاحظوا هذا النموذج الذي هو فيك أوت، يسمى بالفيك أوت. هذا النموذج لاحظوا، بين هذه المنطقة وهذه المنطقة، أين قمنا بالبيع؟ قمنا بالبيع هنا مع هذه الشمعة القوية، دخلنا بيع، ولاحظوا بكل سهولة نزل السعر دون أي مشكل وضرب الهدف. تلاحظون كيف نستعمل المومنتوم. طيب لماذا أخذت هدفي في هذه المنطقة؟ أخذت هدفي في هذه المنطقة لأنه أظن أنه هناك مؤسسة مالية في هذه المنطقة. لماذا؟ لأنه جاء السعر لهذه المنطقة، رجع ثم عاد وفجأة صعد بقوة ثم عاد. هذا النموذج كذلك يقول لي بأن في هذه المنطقة، وهذا فيك أوت، في هذه المنطقة وهذه المنطقة هناك مؤسسة. ولاحظوا هذا الذي وقع كذلك، هنا لدينا راحة فيك أوت ثم نزول، هناك احتمال أن يصعد السعر ولكن لن يصعد كثيرا لأن الزخم هنا متزايد بالمقارنة مع هنا، ربما يصعد فقط للتصحيح ثم يعود. تلاحظون هكذا أصدقائي نتداول مع صناع السوق، هكذا نستعمل البرايس اكشن بطريقه بسيطه. اخي الكريم، اعدك ان اتبعت هذه الخطوات لا اظن انك ستخسر بعد اليوم في تداول الفوركس. من اراد ان يشترك في كورس تحليل الموجي او كورس البرايس اكشن المنطق، ما عليه الا الاتصال بي عبر الواتساب. اتمنى انكم تستفيدون من هذا النوع من الفيديوهات. اراكم في حلقه جديده وفي درس جديد. كان معكم اسامه من قناه العلم الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.